مساك الله بالخير ابو احمد. هلا سيد، حياك الله. الله يحييك. امس صدر حكم بعدم ابطال المجلس. صحيح. فشنو رايك او شو اللي تتوقعه بقضيه الدكتور بدر داهم؟ تمام. انا ودي انت كمتلقي او كل اللي يسمعون هذا الفيديو يسمعون كلامي بتجرد، يعني من وجهه نظر قانونيه بغض النظر عن اتفاق ما اختلافهم مع الدكتور بدر داهم. في عام 2014 صدر حكم على الدكتور بدر داهم مع مجموعه من زملائه النواب السابقين يقضي بإدانتهم سنة وثمانية أشهر مع وقف النفاذ بجريمة أو تهمة الإساءة للذات الأميرية. بعد ذلك بسنتين في عام 2016 وخلال مجلس 2013 وضع قانون. القانون هذا يقول أن موانع الترشح هي اللي احنا نعرفها، ألا يكون قد سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الإدانة بعقوبة جناية 3 سنوات وأكثر، أضافوا لها هذه، أو الطعن بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. لما صارت انتخابات 2016 توجه بأوراقه إلى إدارة الانتخابات ورفض ترشحه. قال لهم ليش؟ قال والله في سبب، لأن في قانون صدر. هني في نقطة مهمة جدا، القوانين بالذات الجزائية اللي ترتب أحكام ما يجوز بأي حال من الأحوال أنها تنسحب بأثر رجعي، هذا في كل دولة من دول العالم. فلجأ إلى المحكمة، المحكمة الأولى قالت لا ما لهم حق، لأن هذا يعتبر فيه رجعية في القوانين. محكمة الاستئناف أيضا قالت نفس الكلام. محكمة التمييز أتت بحكم أنا أعتبره غريب، لأنها قررت واقع جديد، قالت مجرد المساس بالذات الأميرية هذه تعتبر جريمة ماسة بالشرف والأمانة. طبعا هذا يعتبر تشريع، المحكمة في الكويت وفي كل دول العالم ما تشرع، ما تحط قوانين، اللهم في أمريكا وهذا استثناء. طبعا الدكتور بدر داهم لجأ لإجراء قانون راح أقول لكم عنه بعد شوي. بعد انتخابات 2000 اعلن عن انتخابات 2020 توجه للترشح، ايضا لجنة انتخابات رفضت، توجه لمحكمة اول درجة رفضت، محكمة الاستئناف سمحت بترشحه، محكمة التمييز سمحت بترشحه بدعوى ان الرجل قضى الفترة. لو اعتبرنا ان حكم محكمة التمييز الاولي اللي منع من الترشح صحيح، فهني قضى الفترة سنة وثمانية اشهر، بعدها 3 سنوات، ثم استصدر حكم اللي احنا نسميه رد الاعتبار، فالعقوبة كأن لم تكن. هني ذهب أحدهم إلى المحكمة الدستورية وطعن على عضوية بدر داهم هذا الحكم اللي راح ننتظره في 3-3. هذا الإجراء اللي سواه بدر داهم بعد 2016 اللي أنا أشرت له، لجأ المحكمة الدستورية، وكان أحد أعضائها هو رئيس المحكمة الدستورية اليوم. شنو كان رأيهم المحكمة الدستورية؟ قال أنتوا سلطة قضائية أعلى وأنا ظلمت. محكمة دستورية أنا ذاك أرست مبدأ وقالت الآتي، قالت المسألة هذه مسألة إدارية ويختص بها القضاء الإداري وصدر فيها حكم تمييز، إحنا غير معنيين. إذن المتوقع اليوم في المحكمة الدستورية، خاصة مثل ما قلنا أن رئيس المحكمة الدستورية اليوم هو كان أحد الأعضاء وكان هذا رأيه، طبعا راح يكون في تساؤل. قول تفضل. بس عفوا عندي سؤال، شلون عرفت؟ إيه هذا التساؤل صحيح. إيه؟ شلون عرفنا أن رئيس المحكمة الدستورية اليوم اللي كان عضو في ذلك الوقت في المحكمة الدستورية كان هذا توجهه؟ لأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية المادة الثالثة تحديدا تقول أن طبعا أكيد الأحكام تصدر بالإجماع وإذا كانت هناك أغلبية، يعني يا بالإجماع يا بالأغلبية، إذا كانت أغلبية يجب أن يفصل رأي كل مستشار، الآراء وجهات النظر القانونية يجب أن تكتب في هذا الحكم. الحكم أنا ذاك في 2017 اللي نظر في عضوية الدكتور بدر داهم وقال احنا ما احنا مختصين صدر بالإجماع، فما كان في آراء مختلفة، مما يعني أن رئيس المحكمة الدستورية الحالي كان رأيه أن المحكمة غير معنية. اليوم مو هذا المفاجئ، المفاجئ طبعا أتوقع جازما أن المحكمة الدستورية ستسلك نفس مسلكها، خاصة مثل ما قلنا رئيس المحكمة هذا توجهه. المفاجئ أن خلال نظر المحكمة لتلك الجلسات اللي هي في الطعن هذا اللي موجود آخر أيامها، فوجئنا بحسابات إخبارية تتكلم عن إسقاط عضوية بدر داهم. هذا طبعا مخالف مثل ما قلنا لمبدأ عام، مخالف لحكم بات ومبرم اللي صدر من محكمة التمييز، ولا يجوز مخالفته حتى وإن كان مخالف النظام العام، هذا طبعا بأبجديات القانون. شلون مثل ذول يعرفون أو يتكلمون عن الأحكام القضائية بهذه الطريقة كأن عندهم يقين؟ على كل حال ما زلت أقول من ناحية قانونية صرفة بغض النظر عن أي شيء آخر، عضوية بدر داهم لا يمكن المساس فيها بالذات بعد صدور حكم المحكمة التمييز يقر بصحة ترشحه. جزاكم الله خير. مساك القوة، ما قصرت.